الكتاب عن نتائج هذه المسابقة العلمية المباركة التي كما ذكر الأساتذة من قبلي كانت في ميادين مختلفة جمعت بين شتى الميادين التي يرتقي فيها البحث العلمي في الجامعة، من بينها ميدان العلوم والتكنولوجيا، ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأيضا ميدان علوم الصحة والحياة. ونبدأ أول ما نبدأ بالجائزة التي نالها صاحبها بجدارة واستحقاق بعد أن خضعت كل البحوث كما قلنا إلى لجنة خبراء درسوا هذه البحوث بملفاتها ليتمحض في الأخير نتائج علمية نرجو من الله أن تكون في خدمة الجامعة الجزائرية. أول ميدان سنبدأ به هو ميدان العلوم والتكنولوجيا. وصاحب